مرسل غريبة معي إينس. مرحبا بك إينس. ألو. مرحبا إينس. ألو السلام عليكم. عليكم السلام إينس. ألو القصة ديالك اليوم ملي كانت عندك 18 عام شنو وقع لك؟ وي قصة كانت وقعت لي فاش كنت 18 عام. كنت ديجا كنقصر في الليل. باش نشرح باش ما نمشيوش لحاجة أخرى. صديق كنتي كتبقاي سهرانة في الليل وكتلعبي بالأورديناتور. وي. هي هذا كنقصر. واقف. أها. وكنت ديجا كنت بوحدي غير أنا وخويا وأختي. دونك ما كانش شي واحد آخر. فاش وصلت المهم هما مشاو نعسو بقاو عليا إيناس نوضي نعسي أم نوضي نعسي ما نط. قلت لهم داكوغ واخا. بقيت كنلعب ما حسيتش بالوقت. صدت لقيتهم نطفاو الضو صافي مشاو نعسو هما. مع هاديك ثلاثة كنسمع واش ما غتنوضيش نعسي. كان يلا غادي نقول بلاتي نوض وانا ندور عرفتي حسيت بالخلعة بزاف لدرجة انني تخلعت وبس كان نتعاد بزاف وشدتني التوريشة. سمعتي الصوت ولكن ما عرفتيش شكون سمعتي غير صوت. سمعت صوت بحال ديال اختي ولكن سيتي با ماستر. كنظن ما كنلقى حتى واحد. ما تكونش بتاتخ اختك اللي جات ضحكات معاك ورجعت في حالها مشات نعسات. لا حيت اون فوا درت ما لقيت حتى واحد. اون فوا سمعت الصوت درت ما لقيت حتى واحد حدايا. وي القضيه كنا كنلعبوا بها حنا كاع ملي صغار كتجي تخلع شي واحد كتخبى مورا شي ريدو ولا شي باب وكتقول شي صوت وكتهرب. يقدر تكون لا حيت انايا ديجا كنشوف كلشي في هذيك الوقيته. دونك فاش تعاد الضو ومشيت عند اختي كنقول لها واش نط وانا كنلقاها ديجا ناعسه. هي ديجا كنعرفها فاش كتنعس ما كتنوضش هي. وبقيت كنفيق فيها صافي. فاش لقيت بلا انه داكشي انورمال مشيت طفيت البيسي مع الخلعه. تخلعت بزاف مشيت تخشيت عند اختي خشيت حداها ونعس. ما شعرتش براسي كنت مخلوعه. داك ومن بعد بقيتي مازال كتمشي لذاك البيت كتحلي لورديناتور؟ ضربت عليه البيسي مابقاش كنشعلو بالليل. كنوصل هذيك كتوصل سميتو لهذيك كنعس بكري. كنعس بكري انايا. وليت كنعس قبل منهم انا قبل ما يتفضوا كنعس.